قام سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية شيشان الصديقة بزيارة إلى مسجد إيمان قديروف. واستمع سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة إلى إيجاز عن تاريخ هذا الجامع الذي بني ليحمل اسم والده الرئيس الشيشاني، إضافة إلى المرافق الأخرى وتؤدي فيه جميع فروض الصلاة، وكذلك الندوات والمحاضرات التي يقيمها الجامع واستضافة كبار العلماء في مختلف المناسبات الدينية. هذا وابدى سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة إعجابه بهذا الصرح الديني الكبير الذي يؤكد حرص جمهورية شيشان الصديقة على العناية ببيوت الله وإعمارها والمحافظة عليها من خلال إقامة مختلف الأنشطة وإظهار القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، مشيدا بطريقة بناء المسجد المستوحى من التراث الإسلامي الأصيل الممزوج بعبق من التاريخ الإسلامي العريق ليبقى معلما من المعالم الإسلامية في جمهورية شيشان. وعرب سموه عن تقدير هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية شيشان بقيادة فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف في أعمار بيوت الله وتشييدها وتصميمها بطريق تمزج بين الفن الإسلامي والتاريخي القديم للشيشان.